ليدا ما يمكنش نبلع لساني ونفقع العينين ديالي باش ندير الخواطر بشي وحدين. ما يمكنش نسكت على الظلم اللي كيلحق هاد المواطنين باش نبقى علاقات طيبه مع شي وحدين. وما ضمنتوش مع هاد الاشخاص اللي انتهكات الكرامه ديالهم. بالله عليكم واللي كتشوف الشارع، واش ما كتحسوش بالدم؟ واش ما كتحسوش بان المواطنين كيضحكوا عليكم لانكم وقفتوا ضد كرامه ابناء هذه المدينه؟ هكذا تفعل قائده مقاطعه الثالثه باليوسفيه اجراءات الحجر الصحي بالاحياء الشعبيه. غتلقاو هذا الفيديو انه منشور يوم 23 مارس في الوقت نفسه، في نفس اليوم 23 مارس غتقوني نشر جوج فيديوهات اخرين. الفيديو الاول اللي هو الاول اللي تنشر، قائد المقاطعه الاولى رفقه معاوني يشرف على انجاح عمليه الحجر الصحي اللي كتشوفوه الان في الصوره. الفيديو الثاني تحركات ميدانيه لقائده المقاطعه الثانيه باليوسفيه لفرض الحجر الصحي ومراقبه الاسعار. عاد كيجي الفيديو الثالث في اخر الليل اللي نشرته ديال هاد القائده ديال المقاطعه الثالثه. اذا الفيديو ديالها جاء في نفس اليوم اللي نشرت فيه جوج فيديوهات ديال القياد الاخرين. اهلا وسهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي الى هذا الفيديو الجديد اللي غنحاول من خلاله توضيح الكثير من الامور المرتبطه بما راج ويروج عن القايده صحصح، القايده ديال اليوسفيه، واللي غنحاول من خلاله الرد على مجموعه من الاتهامات اللي كيحاول المحيط اللي كيشتغل مع القايده وبرئاستها كيحاول يروج هاد الاتهامات عن طريق نهج اسلوب ديال المغالطات والكذب في محاوله ماشي باش يوجهوا الراي العام، لان الراي العام ديجا خاد المعلومات الصحيحه، ولكن من اجل تشويش وارضاء للعديد من النفوس الميتة بهاد المدينة. هاد الحملة المغرضة اللي كيقوموا بها صحاب اللي ولا مشهور في اليوسفية صحاب لي بون كومون المنتفعين من هاد السلوكات الماسة بالحقوق هنا بمدينة اليوسفية، واللي كيحاولوا يردوا الأسياد ديالهم أو ليستجبوا النداءات الهاتفية اللي محيط ديال القايده ومن تشتغل معهم ليتصلوا بهم وطلبوا منهم النجده باش يدخلوا باش يحدوا شويه من انتشار هاد الفضائح. كما كتعلموا سيداتي سادتي ان هاد القايده اصبحت الحديث العام والخاص هنا في المغرب وخارج المغرب. لماذا؟ لان السلوكات اللي كتنتجها واللي هي ماسة بالحقوق الأساسية ديال المواطن ما يمكن إلا يستنكرها أي واحد وأي إنسان مهما كانت الجنسية ديالو ومهما كانت العرق ديالو والديانة ديالو، لأنها انتهاكات خطيرة جدا. مواطنون أبرياء عزل كتقوم هاد القايدة بانتهاك كرامتهم بالضرب ديالهم والصفع ديالهم وتعذيبهم بالشارع العام، كتقوم بمصادرة الممتلكات ديالهم سواء الهواتف الخاصة ديالهم أو وسائل العمل ديالهم أو الوسائل الوحيدة للعيش ديالهم، كتصادرها بدون إنجاز محاضر، وبالتالي هي سرقة وليست مصادرة. وأكثر من ذلك يتم تلفيق تهم للبعض منهم والزج بهم في السجون. هاد لي بيس الوغاي، هاد البراغيث اللي تحركت في الآونة الأخيرة واللي كتحاول المس بالشرفاء ديال هاد المدينة واللي كتروج واحد الفيديو سبق لي أنني نجزته
مع هاد القيدة في بداية الحجر الصحي، واللي رصدت من خلاله تحركاتها من أجل فرض تطبيق الحجر الصحي، ومن أجل أن المواطنين يلتزموا بالمكوت في المنازل ديالهم، وكتحاول تقول بأن أنني كنت مع القيدة وكنت كنشتغل معها، بين قوسين كنت كنشتغل معها لأنني أنا ماشي موظف معها ولا مع غيرها، بأنني كنت كنشتغل معها وبأنني من بعد انقلبت عليها ودرت هاد الفيديوهات. هاد لي بيس لوغاي كيروجو واحد الفيديو دار نهار 23 مارس، وكيقولوا هاد الفيديو هو اللي كيأكد بأنني كنت معها. ونساو بأن صراع مع القيدة، بين قوسين هاد كلمة صراع، هو له أكثر من سنة. صراع بدأ أصلا نهار السيد العامل وجه مراسلة إلى السلطة المحلية بالإقليم، خصوصا بمدينتي اليوسفية والشماعية، فحوى هاد المراسلة أنه كتقول بضرورة تطبيق القرارات الجماعية المتعلقة بمحاربة العربات المجرورة داخل المدار الحضري، أو على الأقل بتحديد شوارع لما خش هاد العربات المجرورة ندخل لها. هاد القرار اللي ممكن إلا نوهو به، لأنه غيحبس شوية من عملية ترييف مدينة اليوسفية، وغيخلي المواطنين يتنقلوا بكرامة داخل هاد المدن، أي غيدي يتحركوا الطاكسيات ولما لا إدخال طوبيسات إلى المجال الحضري. فتطبيقا لهذه المذكرة عملات كل المقاطعات، اليوم ثلاث مقاطعات باليوسفية، على التحرك للحد من انتشار هذه العربات المجرورة. البؤرة اللي فيها العربات أكثر هي المقاطعة الحضرية الأولى، لأن تما في كاين السوق البلدي، وتما في كاين هذا المركز ديال التجمع. يليها المقاطعة الحضرية الثانية، عاد المقاطعة الحضرية الثالثة اللي كتشرف عليها هاد القيدة. الكل من هاد القيادة كان كيمارسوا وكينفذوا هاد القرار من دون ما يدخلوا في مشاحنات، إلا القيدة ديال المقاطعة الثالثة اللي رسلات عدد من مستعملي هاد العربات ومن ملاكيها إلى السجن. علاش؟ لأنك كتشد معهم وكتدخل معهم في الملاسنات وكتسب وكتشتم، شي اللي كيخلي صاحبي هاد العربات أنه يدخلوا معاه في هاد اللجاج، ومن بعد ذلك كتقوم بالتصوير ديالهم وكتدير لهم ملفات وكتوجهها للقضاء، وطبيعة الحال القضاء كيدينو. غتقولوا لي أنه سجلاتهم كيعيروها من حقها، غنقول لكم هالعملية كيفاش كطرى. السيدة القائدة دايرة كاميرا جو برو هنا، كتدخل كتقوم بسب المواطنين وشتمهم، والوقت اللي كيردوا عليها كتعتقلهم، ولكن قبل ما توجههم إلى النيابة العامة وإلى الضابطة القضائية قصد الاستماع إليهم وتقديمهم أمام السيد وكيل الملك، كتأمر أحد الأعوان ديال السلطة اللي معها اللي متخصص غير في هذه العملية، كيشد هذيك الفيديو كيدخلوا المونتاج وكيحيد جميع التدخلات ديالها، وكيخلي غير تدخلات ديال المواطنين، وبالتالي كيبان بأن بالفعل راه اعتدوا عليها وأنها هي ما قامت حتى شي سلوك. هذه العملية كتكرر لحد الآن، وبعيدا عن مناقشة مدى شرعية قيامها بتصوير هاد التدخلات ديالها، واش قانونية ولا قانونية، هذا نقاش آخر غنناقشو من بعد. فهاد العملية كتقوم بها وكتحرف هاد المعطيات وكتقدمها بشكل مغلوط للقضاء. إذن حنا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان ما بقينا ساكتين، استمعنا لعدد من الضحايا وجهزنا واحد الملف وكنا غنقدموه للقضاء، إلا أنه للأسف جات هاد جائحة كورونا ووقفات لنا هاد العملية، وغادي نفذوا هاد المهمة من بعد كورونا. إذن كيفاش جا هاد الفيديو اللي كيقولوا أنني صورته مع القائدة، وبأنني بهاد العملية التصوير كنت كندعمها؟ أنا رجعت لهذا الفيديو في القناة ديالي، واللي هو معنون بهكذا تفعل قائدة مقاطعة الثالثة باليوسفية إجراءات
الحجر الصحي بالاحياء الشعبيه، غتلقاو هذا الفيديو انه منشور يوم 23 مارس في الوقت نفسه، في نفس اليوم 23 مارس غتقوني نشر جوج فيديوهات اخرين. الفيديو الاول اللي هو الاول اللي تنشر، قائد المقاطعه الاولى رفقه معاوني يشرف على انجاح عمليه الحجر الصحي اللي كتشوفوه الان في الصوره. الفيديو الثاني تحركات ميدانيه لقائده المقاطعه الثانيه باليوسفيه لفرض الحجر الصحي ومراقبه الاصحاب. عاد كيجي الفيديو الثالث في اخر الليل اللي نشرته ديال هاد القائده ديال المقاطعه الثالثه. اذا الفيديو ديالها جاء في نفس اليوم اللي نشرت فيه جوج فيديوهات ديال القياد الاخرين. اذا هاد العمليه كانت عاديه وكتجي ضمن النشاط ديالنا من اجل الحد من انتشار داء كورونا ومساعده الناس على التزام البيوت ديالهم، على اساس حنا غنقربوا لهم اشنو كيجرى خارج البيوت ديالهم، وبالتالي بلا ما يحاولوا يخرجوا. اذا نص ساعه انا اللي مشيت صورت مع السيده القائده، بالفعل اللي مشيت نصور لقيت الصوت ديالها بح، ولقيتها بالفعل في واحد اللحظه اللي وقفات على واحد مول الحانوت وهضرات معاها على الاسعار، وقات واحد السعر طالع وبالتالي قال لها راه بائع الجمله هو اللي زاد في السعر، واتصلت بالمصالح المختصه ديال العماله باش يشوفوا هاد العمليه. اذا هاد جوج لاكسيون الصوت ديالها بح وهاد العمليه انا درجتها في الفيديو لانها تمت امام العين ديالي ورصدتها بالكاميرا ديالي. بعد ذلك انتقلنا حي خلف السكه. في حي خلف السكه شفت بعض الحويجات اللي رعبتني. شفت السيده القائده كتدق على الديور وكتقول لهم خرجوا اجي، انت علاش دخلتي تشتيني عاد دخلتي اجي، مع العلم ان المهمه ديالي هي خاصها تدخلهم الديور ماشي تخرجهم. اللي محمله الدريه تخرج عندي، اللي كانت مركبه الدريه تخرج عندي، اللي كانت محمله الدريه تخرج عندي. وشفت واحد العمليه اللي من بعد عاد غنعرف القيمه ديالها. شفت ان جوج مرات، مره كتهضر مع امراه على قضيه كتقولها صورت لي من السطح وهاللقطه غنرجعها لكم. لا لا شوف شو اجاش صافي خليها هي تصيق. شوف ما شوفي باش تخرج دابا، دخلتي مسحتيه وغتغطيتيه دابا. واللقطه الثانيه هي ديال واحد الشاب اللي غدق على دارهم وغتقول لهم مول التليفون الابيض اهبط عندي. الشاب من الخوف ديالو هرب من السطوحه، قالت با انا ما سوقيش غادي تجيبوا ليا. ملي كنا غاديين عاود الاب ديالو قال ليها يركوني هانيه انا راه غادي نجيبو لك، غادي نجيبو لك. وها اللقطه تقريبا 140 140. من بعد جا الشاب جابوا با فوق الموتور، خدت من عنده التليفون وعطاته لواحد المقدم اللي تفحصوا وخشاه في جيبه. ها اللقطه هود يلا جينا غنطيروا حنا كاع مسكين على الحومه كاع جينا كاع حي جديد. اذا هاد العمليات شفتهم، وهاد العمليات هما اللي خلاو نرجعوا عندي الضحايا وبدا كيعاودوا لي على السلوكات ديالهم. كربط بين الوقائع وتيقنت من انهم بالفعل تعرضوا للاعتداء. غتقولوا لي علاش دابا عاد قلتي هاد التحليل؟ غنقول لكم لانه في حيني ما كانش الامور واضحه، في حيني لم اعلم قط ان البحه ديال القيده ناتجه عن الصراخ ديالها على المواطنين وناتجه على عمليه السب والشتم اللي كتقوم بها. هادشي غنعرفوا من بعد. اذا هاد لي بيس الوغاي وهاد الناس اللي دايرين لي كونت وهميين واللي هما من انتاج هذاك الشخص اللي عطاتو الفيديو ديالو، ومن انتاج واحد المقدم اخر معاها اللي غيجي الوقت اللي غنفضحوه، لان المعركه دابا الان مع القيده والقيده بوحدها. من بعد عاد غنشوفوا هاد الطاقم المساعد ديالها، ومن بعد عاد غندوزوا
لهاد صحاب لي بون كوموند لي الان واخدين حمله بلا ما يحشموا واقفين مع المتسلطين ضد ابناء هذه المدينه. ونقول لهم ان التاريخ لن ينسى هذا، التاريخ لن ينسى انكم لم تعربوا عن تضامنكم مع البؤساء والفقراء وفي هذه المدينه اللي تعرضوا للضرب والسب والشتم واللي توصفوا باقدح الاوصاف، وانتم بدلا من ذلك مشيتوا تضامنتوا مع الجاني وما تضامنتوش مع هاد الاشخاص اللي انتهكات الكرامه ديالهم. بالله عليكم واللي كتمشيو في الشارع واش ما كتحسوش بالدم؟ واش ما كتحسوش بان المواطنين كيضحكوا عليكم لانكم وقفتوا ضد كرامه ابناء هاد المدينه؟ انا الان ما كنردش عليكم حيت وقتكم باقي ما جاش، نهار غنوصل لكم غنبدا كل واحد اشنو استفد. ما غاديش نجبد بعض الصحفيين الصغيورين هذوك، هادي بتي ساندويتش هذوك فيما مشى الريح كيمشوا معاه، وانا الان ماشي في محط الرد عليهم لان كما قلت الرد عليهم غيجي من بعد. اذا هذه هي الظروف اللي انا صورت فيها هذا الفيديو، فيديو من ضمن الفيديوهات اللي درت جميع الصلات، درت فيديو القيد المقاطعه الاولى، قيد المقاطعه الثانيه، قيد المقاطعه الثالثه في نفس النهار، درت فيديو لباشا الشماعيه، درت فيديو للقيد ديال راس العين. على فكره القيد ديال راس العين طوب، ودرت فيديو للقيد ديال الخوالقه فواحد العمليه ديال التوزيع، واخا ما كانش هو واضح فيها بزاف ولكن طوب هذاك السيد تا هويا عندنا قياد في المستوى. قيد ديال سبعات حتى شي واحد ما يقدر يقول عليه شي حاجه، وفي هذا الاقليم كامل عندنا مشكل ديال قيده وحده. شخصيا ما عندي معها حتى شي مشكل، ولكن اصبح عندي مشكل معها الوقت اللي لجأت الى وسائل اهانه والتعذيب ديال المواطنين، واللي كتولي قيده تقول المواطن انت باش راجل، هذاك اللي بي انت راجل غنحيدو ليك دابا وضربو بركبته عليه. قولي تولي قيده تقول مواطن غادي نفعلك بلغه الزنقه. لذا ما يمكنش نبلع لساني ونفقع العينين ديالي باش ندير الخواطر لشي وحدين، ما يمكنش نسكت على الظلم اللي كيلحق هاد المواطنين باش نبقى علاقات طيبه مع شي وحدين. وفي الفيديو القادم غادي نحدثكم على الاجراءات اللي قمت بها انا بصفتي رئيس الفرع الوطني للدفاع عن حقوق الانسان، والاتصالات اللي درتها مع عماله اليوسفيه وباشاويه اليوسفيه باش يقوموا بالتدخل للحد من استمرار القيد في انتاج نفس التجاوزات ونفس الانتهاكات. واللي بقيت 11 يوم وانا بالهاتف ديالي كنعيط وكنمشي عند هاد المسؤولين بدون ما يتدخلوا، وغنقول لكم اشنو كان كيقولوا لي عليها، هذا في فيديو قادم، فيديو اللي غيكون صادم حتى هو. عاد ممكن في فيديو اخر غنهضروا كيفاش تلاقيت مع الضحايا وكيفاش استمعت لهم وشنو كان كيطرى ولي كنت كنستمع لهم، وهذا كله غنديرو في القناة ديالنا. استودعكم الله والى اللقاء في فيديو قادم. شكرا جزيلا لكم.